وتحمي داره مع الرس الليلة مع راسوه. امشى في اصقع العقوبة لي يا ياسر يا ربي. هاك حلال مصطفى قربو طيب سكين. شكونك راه يتزوج؟ كشتي حنا اللي مزوجين دوك مطفرين ودابا غاش هبو نتوما اللي مزوجين. شكون فيكم مرتاح هاني؟ انا هاني وما هاني. المراه عندي واخا مجهده وفيها الصداع وديما منوضينها ولكن قاده بيا وبدارها وولادها. ها انت المعطي؟ انا في الاول كنت هاني مهني معاها اخر ولدت وتصيفت عليا. هتقول هزيتي مرق وحطيتي مرق اخرى. اكيد نسى صعيب. اما قد عليهم غالي خالقهم. اكيد نسى؟ ما غينا لي البال ولا نتشوش حتى نعرف شنا هو هاد كيد نسى. ما داروها لي بالعالي باش ما نتشوش تانا. شرايبة معاك الله يسربك من السنة. مرحبا. هاك باين عليك براني. منين انت وفين غادي؟ انا من بزو وغادي نقلب على الحقيقة. ودياليش؟ على كي تنسى شنا هو واش كاين ولا لا. عقعوك عباد الله وعتقوني واهل الدوار وعتقوني وتنشب عليا وتكرفس عليا وعتقوني. حيمو جيو. وانا يبيتي وبالك وهي يبيتي وفيك قربت ليك ونوصلتك على دمو وعبشيتي في آية المصطفى اليوم القد. وهي يبيتي واش هادي بصدية ولا مالا. رحيبو مالك اشكال؟ جيت نجبدلو طحت في البير وكنت غنموت كل ما اعتقلي هاد البطل الشجاع. أمي امتي تبارك الله عليك هسي ونعم الرجولة باينة لك براني وانت ضيف عندنا وما غتمشي حتى نقوموا معاك بالواجب. يلا بينا. ايوا شفتي انسى لا رضيتيها تهزك للسماء ولا ضريتيها طيحك من السماء وهذا هو كيد ننسى. وضيفه القبيلة المصطفى وتهلا فيه كافئه أجمل مكافأة اللي هي زواج من رحيمه اللي علمته قراته كيد ننسى